ويلكم تو كارديو اليكس 19. احنا معانا النهارده الدكتوره امينه نور الدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي دكتور. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا امينه نور الدين، استاذه الميكروبيولوجيا الطبيه بكليه الطب جامعه اسكندريه، ورئيس القسم حاليا لفتره. اهلا بحضرتك. أهلاً دكتور. حضرتك اول مره تحضري كارديو اليكس؟ لا طبعا، انا طول عمري في كارديو اليكس. حضرتك شايفه تطورات السنه دي في المؤتمر؟ شايفه حاجات كتيره متطوره كل سنه عن سنه، دايما كارديو اليكس بيفاجئنا بحاجات جديده وحاجات متطوره. الشاشات شايفاها عجباني، اللي فيها الهايلايتس الموست امبورتنت دايجنوستيك بوينتس في حاجات كتيره من الطب. الحمد لله. دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك ما هي اسباب كثير من الامراض الميكروبيه ما بتشفاش بالمضادات الحيويه؟ هو الحقيقه انه ده لاحظناه في الفتره الاخيره، في السنين اللي فاتت كتير الناس كتير بتاخد المضادات الحيويه على انها شويه صداع ياخد انتيبيوتيك، شويه اسهال، شويه سخونيه. الصح ان هو يستنى شويه، الصداع يعالجه بمضادات الصداع، السخونيه بمضادات السخونيه، رشح كحه ياخد الحاجات دي لحد ما يبتدي يروح للدكتور ويتاكد ان فعلا في مرض ميكروبي محتاج ان هو ياخد مضاد حيوي. لكن احنا بناخد المضاد عمال على بطال بسبب ومن غير سبب، فده بيؤدي انه المضادات تبقى عامله زي السكينه البارده. عارفه السكينه لما تستعمليها كتير وتبرد، تبرد ما بتبقاش افكتيف. اوكي دكتور، كنا عايزين نعرف كيفيه منع نشوء مقاومه الميكروبات ميكروبات المضادات. هو ده اساسا باول حاجه قلناها، ان احنا ما ناخدهاش الا بوصفه، والدكتور يكون متاكد انها خلاص انا ما عنديش حل غير ان انا اخد مضاد حيوي. دي اول حاجه. تاني حاجه ودي اهم حاجه، ان انا لما اخد المضاد الحيوي اخده زي ما الدكتور قال 5 ايام 5 ايام، قال قبل الاكل يبقى قبل الاكل، قال قبل النوم يبقى قبل النوم، كل 8 ساعات يبقى كل 8 ساعات. وكمان اهم حاجه ان انا ما اجيش ان انا استجبت وبقيت كويس بعد يومين وهم 5 ايام اوقف الدواء. ده بيؤدي ان الميكروب خد حبه بسيطه بحبه بسيطه، فيبتدي يبقى مقاوم. المره الجايه لما هيجيني او هيجي لغيري هيبقى مقاوم للمضاد ده، لانه خد منه جرعات بسيطه، زي ما تدي حد حاجه بالراحه 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 يبتدي يتعود عليها. فطبعا الاستخدام، منع الاستخدام في غير لزومه والاستخدام الصحيح للمده المحدده. اوكي ميرسي جدا يا دكتور. كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كويت. العفو، انا الاسعد.